السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين الكرام، من جوار أمير المؤمنين وسيد الوصيين، تعالوا معنا لنزور بهذه الزيارة. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره، فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. إذن المشاهدين الكرام، ها نحن ذا بين زوار أمير المؤمنين عليه السلام في برنامج في جوار الأمير. أحبتي المشاهدين الكرام، سوف نذهب مع الزائرين الكرام ولدينا بعض الأسئلة نطرحها على هؤلاء الزائرين، عبارة عن ماذا تعرف عن أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، وسوف تقدم قناة المهدي الفضائية جائزة أو هدية للزائرين الذين يعرفون الإجابة. تعالوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، سوف نلتقي بهذين الزائرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم أغاتي؟ أغاتي الله يحفظك، الله يسلمك. أهلا وسهلا. بشرني، شلون هالزيارة؟ لا رحمة، الحمد لله والشكر، نعمة فضيلة. زرت إن شاء الله؟ إن شاء الله، الحمد لله والشكر. من جايين؟ جايين من طويريج. حجي، إحنا برنامجنا في جوار الأمين الأمير، عندنا سؤال وجواب بسيط. سؤالنا عبارة عن ماذا تعرف عن أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، أو من أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، أي حديث، أي كلمة، أي عبارة حافظة لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قال الإمام علي عليه السلام: الناس صنفان، أمن أخ لك في الدين أو نظيرك في الخلق. وصلى الله. أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هذا من رسالة الإمام علي عليه السلام التي أرسلها مع سفيره إلى مصر مالك الأشتار. أحسنتم. احنا بهاي المناسبه راح نقدم لك هديه بسيطه من قناه المهدي الفضائيه. الله يحفظكم ان شاء الله. اشكرك، رحم الله والديكم. حجي، هذا كتاب مقدم لك هديه ان شاء الله، مفاتيح الجنان من قناه المهدي الفضائيه. اشكرك يا غازي، رحم الله والديك، الله يحفظك. الله يتقبل زيارتك حجي، الله يتقبل زيارتك. السلام عليكم حجي. السلام ورحمه الله. اسم الكريم حبيب حسن ابو حيه. نتشرف بيك حجي حبيب، الله يتقبل زيارتك. الله اعمالك حجي. احنا برنامجنا اسمه في جوار الامير، عندنا سؤال بسيط جدا. ماذا تعرف من أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أحاديث كثيرة جدا؟ والله قلت لك لا تعد ولا تحصى. واحدة من أحاديثه قال الله: إلهي ما عبدتك خوفا إلا أنت أهلا للعبادة. يعني إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن عرفتك أهلا للعبادة فعبدتك. أحسنت أحسنت. هذا شنو دليل حجي الكلام اللي قلته؟ شو اقصد بأمير المؤمنين؟ الإيمان يعني، وإيمانه بالله، وشدة إيمانه، وبعد هو أمير المؤمنين. أحسنت، الله يتقبل زيارتك. شلون شفت الزيارة حجي؟ خير من الله. أنت منين جاي؟ منين جاي؟ قلت لك من الشومالي. من الشومالي. نشرب بيك وكل أهل الشومالي. الله يسلمك، رحم الله والديك. حجي احنا عندنا هدية بسيطة، عبارة عن مرمرة من الإمام الحسين، من صحن الإمام الحسين عليه السلام، منقوش عليها آية قرآنية. هدية بسيطة، تقبلها من عندنا إن شاء الله. مقبولة مقبولة. حياك مقبولة. حياك الله طيب. تفضل حجي. السلام عليكم زايرنا. السلام الله يخليك. زرت الإمام إن شاء الله؟ زرت الحمد لله. شنو إحساسك وأنت تزور الإمام علي عليه السلام؟ أكو أجمل من الإمام علي عليه السلام.
هي الجنة، هي سفينة النجاة. هي هاي الزيارة، هم جاي من الموصل والحمد لله. يعني جاي من محافظة الموصل، من محافظة الموصل جاني إن شاء الله. حياك الله وحيا أهلنا بالموصل. رحم الله والديك أجمعين. الله يتقبل زيارتكم. أجمعين رحم الله والديك. إن شاء الله يا رب العود على هذه الزيارة. إن شاء الله آمين، عودة على هل الشعب العراقي إن شاء الله. صحة وسلامة. إن شاء الله. حياكم الله. مشكور. أهلا وسهلا بكم. كل صلاتي وصامي انت يا سور قراني، ويبقى حبك يا ولينا، ويبقى حبك ويبقى حبك يا ولينا للأبد عنواني، يبقى حبك يا ولينا للأبد عنواني. يا بن حسن حضرتك بيها العليلي شفى، لا يحترب وصفته ولا من طبيبي شفى، بس يوصل لعتبتك ويقبلك بالشفى، يرجع صحيح البدن ما بي أبد كل علة، هم حقق زيارتك هم للمحاسن علة، واللي يرتج محبتك لابد إلى فدعلة، وانت اللي حبك دوى لابد وأن نرشفه يا أبا الحسن. ما زلنا وإياكم أحبتي المشاهدين الكرام متابعي قناة المهدي الفضائية، وهذه الأجواء المباركة من جوار أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتوافد الزائرين وتواجد الزائرين الكرام بقرب هذا الصحن الحيدري الشريف، يرتشفون من هذا المنبع الحي والثر بهذه العطاءات الوافرة الحية التي تشرق من هذا الضريح المبارك. إذن لازلنا وإياكم أحبتي المشاهدين الكرام وبرنامجكم في جوار الأمير. حجي حافظ شيء من أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي عليه السلام أحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا الإمام علي دائما يقوله ويوصي بالضعيفين، الطفل والامرأة، وهذا أهم شيء. شاعر يقول: ماذا أقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه، إن قلت ذا بشر فالعقل يمنعني، وأختش الله عن قولي هو الله. هذا الأزدي يقول بها يقول علي حبه جنة، إمام الأنس والجنة، وصي المرتضى حقا، قسيم النار والجنة. الله يخليك حجي. إحنا عدنا هدية بسيطة مقدمة من قناة المهدي الفضائية، إن شاء الله تنال رضاكم. رحم الله وديك. مشكورين. الله يخليك. مشكور. الله يسلمك. شلون الصحة؟ الحمد لله. حياكم الله. الله يحييكم. منين جاي ان شاء الله؟ من البصرة. من البصرة. جاي تزور؟ نعم جاي. زرت الإمام ان شاء الله؟ الحمد لله. شلون شفت أجواء الزيارة؟ والله أجواء حلوة. اها. حجي راح أسألك سؤال بسيط جدا. شو تحب في أمير المؤمنين عليه السلام؟ يعني من صفات أمير المؤمنين؟ الشجاعة. وبعد بس الشجاعة؟ والكرم ورعاية الأيتام والتواضع. حياكم الله. الله يحييك. أنا وسهلا بكم إن شاء الله الدعاء. حياكم الله. إذن ما زلنا وإياكم أحبتي المشاهدين الكرام نتجول مع الزائرين الكرام. السلام عليكم زائرنا، الله يتقبل زيارتكم. زيارة مقبولة إن شاء الله عليكم جميعا. حياكم الله. منين جاي إن شاء الله؟ أنا من بغداد مدينة الصدر. حياكم الله. شلون شفت أجواء الزيارة؟ والله أجواء زين الحمد لله، ما دام احنا بقرب أمير المؤمنين هذا شيء كافي. يعني هذه النسمات العطرة من جوار أمير المؤمنين عليه السلام. يعني إن شاء الله. نعم. إنه هو أرض من رياض الجنة إن شاء الله. أمير المؤمنين رياض الجنة. والله. إحنا برنامجنا في جوار الأمير، عندنا سؤال وجوابه بسيط إن شاء الله. ماذا تعرف من أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام وهي كثيرة؟ سلام الله عليه. أمير المؤمنين في طريق الحق لا تستوحشوا طريق الحق لقلة السالكين. لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. نعم. إذن هذه وصية من أمير المؤمنين عليه السلام لنا بأننا إن سرنا في طريق الحق لا نستوحش ولا نكترث، لأن قليلون، لأن قليلين هم من يسلكون هذا الطريق. نعم بالفعل. هو أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله واضح وصريح،
بين الحق هو قول بين الحق طريقه قليل، فيجب ان يعني يدفعنا امير المؤمنين سلام الله عليه لهذا الطريق، وان شاء الله احنا سالكين هذا الطريق والحمد لله وشكرا. احسنتم. احنا عندنا هديه بسيطه مقدمه من قناه المهدي الفضائيه ان شاء الله، وانت مسك الدعاء. الله يسلمك. احمد الله وديك. الله يبارك عليكم. الله يسلمك. حياكم الله. السلام عليكم عمو. وعليكم السلام. ان شاء الله زرتي؟ منين جايين؟ بحرين. حياكم الله. احنا عندنا برنامج وراح نسال السؤال ونعطيكم هديه بسيطه من قناه المهدي الفضائيه. اذا حافظه شيء حديث عن الامام علي عليه السلام؟ ايش حافظه؟ دعاء الصباح. بدايه دعاء الصباح؟ ايوه. انت دعاء الصباح يوميه تقرير الصبح ان شاء الله؟ شنو بدايته؟ يا من دلع لسانه يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلج. احسنتي احسنتي بابا احسنتي، الله يتقبل زيارتكم. راح نعطيكم هديه بسيطه من قناه المهدي الفضائيه. هاي عبارة عن حجر من ضريح الإمام الحسين عليه السلام، منقوش حجر من ضريح الإمام الحسين. مبروك، حياكم الله، تقبل الله زيارتكم. استصغر وتشلمت أحبك من نطق هلساني، ما دروا كل حرف باسمك يسري ويشرياني، يسري ويشرياني، وما دروا حبك يا علي، والله ما دروا حبك منبع الإيمان. عايش بروحي وذاتي ساكن بوجداني، وجداني. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، وأثناء تجوالنا بين زائري الإمام علي عليه السلام ومن جواري أمير المؤمنين، ولازلنا وإياكم في برنامجكم في جوار الأمير، التقينا بالحاج الزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ ناظم جبار. من اي محافظة؟ صلاح الدين. حياكم الله. الله يستر عليك. شنو احساسك وانت الان في جوار امير المؤمنين عليه السلام؟ والله يعني احساس ما يوصف، يعني بعد امير المؤمنين بعد، يعني شو اقول لك؟ يعني حجي احنا برنامجنا في جوار الامام، عندنا سؤال بسيط جدا. نعم. ماذا تحفظ من احاديث امير المؤمنين عليه السلام وهي كثير؟ على قول امير المؤمنين هلا هلا بالجار وهلا هلا بالايتام. يعني انا من عندي شهداء، عندي انا 3 شهداء. نعم. يعني محافظة صلاح الدين، زوجتي وبنتي ومرتي ابني، يعني مثل ما يقولون هم ايتام. طبعا هذا هو قول الامام علي عليه السلام اثناء موته او قبل موته بقليل، الله الله بالايتام لا يضيع ولا تغب افواههم بحضرتكم. احسنت حجي بارك الله بيك، وعدنا لك هديه مقدمه من قناه المهدي الفضائيه، هديه بسيطه. شكرا. بارك الله، الله يتقبل اعمالك. بارك الله بك. حياكم الله. حياكم. اذا احبتي المشاهدين الكرام، لازلنا واياكم وفي هذه الاجواء المباركه، هذه الاجواء الروحانيه من جوار امير المؤمنين عليه السلام، وهذه جموع الزائرين الكرام، نلتقي بالعائله الكريمه زوار ابي الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمه الله. زرت ان شاء الله؟ الحمد لله شكرت زرنا. نعم. راح نسألكم سؤال بسيط، إذا حافظين أي حديث الإمام علي عليه السلام؟ حافظين؟ قال أمير المؤمنين: خالطوا الناس مخالطة، إن متم بكوا عليكم وإن غبتم حنوا إليكم. الله عليك، أحسنتي. أنت حافظة؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لمن راقب ربه وخاف ذنبه. أحسنتم، طوبى لمن راقب ربه وخاف ذنبه، صدقت يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. إذن
هكذا نريد من كل أهلنا وكل ناسنا وكل أجيالنا وشبابنا وبناتنا المؤدبات أن يحفظنا لهذا السيد الجليل الإمام العظيم علي بن أبي طالب عليه السلام، ولو حديث واحد يكتفي به في دنياه، وهو أجمل كنز يدخره أو يدخره الإنسان من هذا الحديث الثر لإمامنا علي عليه السلام. احنا عندنا هدية بسيطة مقدمة لكم من قناة المهدي الفضائية، هذا للبيت بركة إن شاء الله، وانت محافظ إن شاء الله. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، اختلط القرآن بلحمه ودمه، وكان القرآن حفيزه يوم القيامة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. هم راح نعطيك هدية إن شاء الله. نعم، اعطيني هدية. أنتوا أخوة؟ أخوة. نعم. هذا حجر مقدم لكم من ضريح الإمام الحسين عليه السلام، حجر منقوش، هذا بركة أبد، لا يعني لا تفارقوا، خلوا ببيتكم بركة إن شاء الله. حياكم. حياكم الله، أحسنتم. إذن هذه دعوة للآباء وللأمهات لعوائلنا الكريمة أن يحفظوا أبنائهم من أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، وهي كثيرة جدا، ويحفظوا لو حديث واحد هو كنز لهذا الطفل أو لهذه البنت، إن شاء الله يحفظهم في دنياهم وآخرتهم. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، تابعونا ما زلنا وإياكم، وهذه الجولة في برنامجكم في جوار الأمير. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم بجوار أمير المؤمنين عليه السلام. إذن زائري الإمام علي لا تحدهم الأعمار ولا تحدهم الأفكار. نلتقي بزائرنا الصغير. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ علي لؤي. علاوي، راح أسألك سؤال بسيط جدا، ماذا تعرف عن الإمام علي عليه السلام؟ إنه أول قوم أسلم، وزوج فاطمة الزهراء، وابن عم الرسول سلام الله عليه وآله وسلم. أحسنت، أول قوم أسلم وأقدمهم وأسبقهم إيمانا، ابن عم الرسول وزوج البتول. أحسنت يا حبيبي يا علاوي. وإحنا أنت جاي زائر منين اليوم؟ من الحلة. نعم، ويا أهلك إن شاء الله؟ نعم. زرت إن شاء الله وندعيت لنا؟ علاوي، شنو إحساسك وانت تزور أمير المؤمنين عليه السلام؟ أحس أني سعيد وإن شاء الله يتقبل دعائي إلى السلام. أحسنت علاوي، راح نقدم لك هدية بسيطة عبارة عن حجر من ضريح الإمام الحسين عليه السلام، هاي الهدية مقدمة من قناة المهدي الفضائية. هذا الحجر من ضريح الإمام الحسين، هذا بركة احتفظ به للأبد إن شاء الله. حياكم الله، حياكم الله علاوي. إن شاء الله ستكون لنا وإياكم لقاءات أخرى مباركة في برنامجكم في رحاب وفي جوار الإمام. إذن تقبلوا تحياتنا، تحيات الكادر الذي كان معي من المخرج والمصورين في هذا البرنامج في جوار الأمير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.